المسيح قام حقا قام ونحن شهود على ذلك. بدي أتمنى عيد مبارك للجميع وليغمرنا الرب برحمته ونعمته ويخلص وطننا. هل نحتاج إلى المسرح؟ ذلك هو السؤال الذي سئم من طرحه على أنفسهم آلاف المحترفين اليائسين في المسرح والملايين من الناس العاديين. بمقدور المسرح أن يحكي لنا كل شيء. والآن وطوال الخمسين أو السبعين سنة الماضية فإن المسرح ضروري على نحو خاص، لأنك إذا نظرت إلى الفنون الجماهيرية فبمقدورك أن تدرك أن المسرح وحده يرفدنا بكلمة من الفم إلى الفم وبنظرة من العين إلى العين وبإشارة من اليد إلى اليد ومن الجسد إلى الجسد. المسرح ليس بحاجة إلى وسيط ليعمل بين بني البشر، بل إنه ليشكل الجهة الأكثر شفافية من الضوء. ونحتاج إلى المسرح الذي يظل دوما مختلفا، نحتاج إلى مسرح متعدد الهيئات. نحن نحتاج لكل أنواع المسرح، ولكن ثمة مسرحا واحدا لا يحتاج إليه أي إنسان، أعني مسرح الألاعيب السياسية، مسرح الساسة، مسرح مشاغلهم غير النافعة. ما لا نحتاج إليه هو مسرح الإرهاب اليومي، سواء كان بين الأفراد أو الجماعات. ما لا نحتاج إليه هو مسرح الجثث والدم في الشوارع والميادين، في العواصم والأقاليم، مسرح دجال لصدامات بين الديانات والفئات العرقية. أصدقائي أهلا وسهلا فيكم وبرحب فيكم بحلقة جديدة من زوايا. اللي قريتهم كانوا مقتطفات، طبعا مش الرسالة كلها، من كلمة اليوم العالمي للمسرح يلي كتبها السنة المخرج المسرحي الروسي أناتولي فاسيليف. نشرت الهيئة العالمية للمسرح الكلمة ب 27 أذار اللي سائب السنة مع عيد الفصح المجيد، وكل سنة ب 27 أذار بيحتفلوا بعيد باليوم العالمي للمسرح. بسرني أنه استضيف بحلقة زوايا الليلة ضيفين مميزين بالعمل المسرحي وبالتحديد مسرح الدمى. أهلا وسهلا بالمخرج والكاتب المسرحي كريم دكروب والسينوغرافي دكتور وليد دكروب. بيسعدني كتير وجودكم الليلة تنحكي عن مسرح الدمى وأهميته بحياة الطفل والكبير وكيف بيأثر بتنمية الشخصية والحس الفني عند الطفل. وليد دكروب، أنت حائز على دكتوراه في الفنون المسرحية من أكاديمية سان بيترسبورغ. بلش بوليد بسيطة. لا وليد، لأنه بدي أسأله عن المسرح بخصوص المسرح اليوم العالمي للمسرح، فرح بلش. كريم دكروب، أنت مخرج مسرحي متخصص بالدمى، درست الإخراج المسرحي في أكاديمية الفنون المسرحية بموسكو، تخصصت بإخراج مسرح دمى بأكاديمية الفنون المسرحية بسانت بيترسبورغ، وأسست مسرح الدمى اللبناني عام 1993، صحيح؟ كمان أسست جمعية خيال للتربية والفنون عام 2004. لديك ماستر في التنشيط النفسي الاجتماعي في ظروف الحروب، ورح نحكي عن هالموضوع. كمان بدراسة، أو أنت معالج باللعب، دراسة معالج نفسي، معالج نفسي مع تخصص بالعلاج العائلي كمان واللعب، ورئيس المركز اللبناني للجمعية العالمية لمسرح الأطفال والشباب. كذلك أنت ممثل الاتحاد العالمي لفن الدمى في لبنان، وأستاذ في الجامعة اللبنانية معهد الفنون الجميلة. وما خلصنا، وأنت باحث في مجال مسرح الدمى وأبعاده النفسية والتربوية والاجتماعية، ولك مقالات ومحاضرات في كل أنحاء العالم. ونحن اليوم مسرورين أن أنت معنا لأنه عم بتسافر كتير كرمال محاضرات برا. أهلا وسهلا فيك من جديد كريم. وليد دكروب، دكتور وليد دكروب، حضرتك حائز على دكتوراه بالفنون المسرحية من أكاديمية سانت بيترسبورغ الحكومية للفنون المسرحية، ولديك ماجستير في السينوغرافيا من الأكاديمية نفسها، أستاذ السينوغرافيا في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية، عضو مؤسس في جمعية خيال للتربية والفنون، وكذلك عضو مؤسس في فرقة مسرح الدمى اللبناني.
لك مشاركة أساسية في أعمال مسرح الدمى اللبناني بالسينوغرافيا وتصميم الدمى، بالإضافة إلى عدة أعمال بروسيا والدنمارك وقطر، كمان رح نحكي عن الموضوع، وحصلت على جوائز لأفضل سينوغرافيا في عدة مهرجانات بالأردن وتشيكيا وروسيا. أهلا وسهلا فيك. أهلا. وليد، قلت شي عن اليوم المسرحي العالمي، كتبت عندك وقلت اليوم المسرحي العالمي، تفائلوا بالخير وحين تجدوه خبروني. صح. كيف شايف المسرح بشكل عام بلبنان؟ وليش قلت هيك؟ شايف المسرح بشكل عام بالدول كلها وعنا؟ لا، هو كما كان، أنا ما كان قصدي عن المسرح بالذات، كان قصدي عن الخير بشكل عام. لأنه نحن دايما إجمالا، نحن المسرحيين يعني دايما متفائلين بالخير، ولو ما كنا متفائلين ما كنا منكفي نشتغل بهذه المهنة. بس بعد ما لقيناه، يعني بقولوا تجدوه، بس نحن بعد ما وجدناه، بس بعدنا متفائلين، يعني بعدنا عم نفتش، يعني إذا حدا لقاه قبلنا يخبرنا، بس دلنا عليه. الخير اللي له خصة بالمسرح ولا الخير العام؟ يعني الخير العام ما في ولا شوي منه أبدا موجود. لا، أنا أكيد النهاية لو منه موجود، لو ما في ولا شوي منه ما كنا منستمر، يعني نحن عم نمزح كمان. لا، بس أنا قصدت يعني أنت كيف شايف المسرح حاليا بلبنان، المسرح بشكل عام؟ عم نحكي، أنا شايف المسرح بلبنان بالظروف اللي نحن عايشينها، بغياب يمكن الحاجات الأساسية للمواطن بلبنان، كتير منيح أنه في مسرح بعده موجود بلبنان، وبعد في مسرحيات عم تنعمل، بعد في ناس إلهم خلق وإلهم نفس نحن منهم يشتغلوا مسرح، وبعد في ناس كمان إلهم خلق وإلهم نفس يحضروا مسرح، فهذه شغلة كتير مهمة. نشكر الله أنه بعد في هيك، وإن شاء الله بيصير في دعم أكتر لهيدا. وليد كريم، حضرتك اليوم مش معقول بيتخربتي اليوم، ما بصير هيك، نعتذر من المشاهدين. كريم، حضرتك رئيس الأسيتاج بلبنان، اللي هو المركز اللبناني للجمعية العالمية لمسرح الأطفال والشباب. شو هي الأسيتاج؟ وانت كيف شايف مسرح الطفل بلبنان؟ ويا ترى عم بتطبق فيه المعايير اللي حطتها الأسيتاج لمسرح الطفل عندنا حاليا؟ الأسيتاج هي جمعية عالمية، يعني الأسوسياسيون انترناسيونال دو تياتر بور انفان اي جينيس. هذه الجمعية موجودة بكل العالم، بمعظم دول العالم، ونحن يعني لبنان صار فيها من فترة، من حوالي يمكن 10 سنين إذا قال تقريبا هالقد. والجمعية هي بتهدف أول شيء لتشبيك بين الناس اللي بيشتغلوا بهالمجال هذا بالعالم كله، تحت يتعرفوا على بعضهم، تحت يقدروا يتعاونوا مع بعضهم. أوكي. وتحت ينشروا أكثر فكرة إنه مسرح الأطفال هو بالدرجة الأولى مسرح، هو حاجة مش بس رفاهية. مظبوط. ومسرح الأطفال هو مسرح أكثر منه أنيميشن، هو مسرح له ظروفه، له شكله، له قواعده. هو مش مجرد بس يعني مجرد بس ترفيه بس. مع انه الترفيه اساسي بمسرح الاطفال. أكيد. وهو ضروره، بس هو ما بيقتصر بس على الترفيه. ف تاسس هذا، يعني بلشنا نشتغل باطار أسيتاج بلبنان، ومن فترة عملنا مشروع مشترك مع أسيتاج بدول تانية، خاصة بسكندنافيا، وعندنا نحن علاقات دائما معهم، وعملنا مشروع مشترك لبناني سويدي. ناشطين بالسويد من الناحية، يمكن كتير ناشطين. يعني بالسويد وبالدنمارك وبالنرويج، عم بحكي سكندنافيا، مسرح الأطفال ناشط ومدعوم أكثر من مسرح الكبار. مظبوط. وفي كمية المسرحيات، الأعمال المسرحية اللي بتنعمل للأطفال هي أكثر، وهي مدعومة أكثر، والناس اللي بيشتغلوا فيها دائما، الناس اللي بيشتغلوا بالمسرح بسكندنافيا ضروري إنه يشتغلوا بمسرح الأطفال، وقال بيعتبروا حالهم لا ما فتنا كتير بالجو. حلو. يعني شوي معكوس الخبرية. لا حلو، ما هون حق، لأنه بالنهاية ما أنت عم تبني، إذا بدك تبني بتبلش من الأساس. يعني طبعا. نحن رح نحكي هلأ عن مسرح الدمى ومسرح الطفل، ما قلنا بينمي الحس الفني عند الطفل وبينمي شخصيته، فالجماعة عارفين حالهم شو عم يعملوا. شغلة تانية، في خطة وطنية بالسويد إنه كل طفل لازم يحضر مينيموم مسرحيتين بالسنة. حلو. هذه واحدة من الأشياء اللي بيعتبروها من الأساسيات بوزارة التربية. يعني بتحس معقول نحن يصير في عنا هيك شيء مثلا يدخل بالمنهج عنا او الوزارة تتبنى هيك شيء؟ في أساسيات أكثر من هيك بالوقت الحاضر.
عنهم. بس انه طبعا هذا شيء ضروره بالنسبه لنا، بس انه في شيء يعني الفا بين بلش بالالف بيت بعدين نوصل لل ايه مزبوط، هو مش اساسيات لا. كريم شو هو مسرح الدمى مزبوط؟ يعني يمكن اوقات الناس بفكروا بس نقول دمى بفكروا هو ماريونات صحيح، بس بفكروا يمكن هو الماريونات الصغار بس وهيدا البوكس الصغير اللي معودين عليه الناس، بس بالحقيقه شو هو مسرح الدمى وشو الدور اللي بيلعبه مسرح الدمى بالنسبه للاطفال وللكبار كمان؟ رح نقول اوكي هلا اول شيء كنا عم نحكي عن مسرح الاطفال، أي. مسرح الدمى شيء مختلف عن مسرح الاطفال. اوكي ليش؟ لانه مسرح الاطفال مش بالضروره ابدا انه يكون دمى، ممكن يكون دمى ممكن يكون غير شيء، في اوبرا للاطفال، في باليه للاطفال، في انواع ثانيه للاطفال. الدمى هو نوع من انواع المسرح ممكن يكون للاطفال وممكن يكون كمان للكبار. اوكي وهو اول ما خلق بالعالم خلق مش للاطفال، خلق للكبار. وحتى إذا بدنا نحكي عن كلمة ماريونات بالفرنسي من وين جاي؟ من ماري. خلق مسرح الدمى خلق مع الأديان. أوكي. وله أبعاد كتير أكتر من ما بيتصوروا الناس، وله أبعاد وله جذور بالثقافات المختلفة بكل أنحاء العالم. شو الأبعاد؟ له أبعاد دينية، له أبعاد ثقافية، له أبعاد العلاقة بالأساطير، العلاقة بثقافات الشعوب، بالمعتقدات عند الشعوب، له أبعاد فلسفية. ببلادنا نحن إذا ما بعرف إذا يعني في كتير ناس ما بيعرفوا إنه أول نص مسرحي أو أقدم نص مسرحي باللغة العربية نعمل لمسرح الدمى، يعني اللي هو بالذات مسرح الظل اللي بسموه بالعربي خيال الظل. مزبوط. بالقرن الثالث عشر اللي هو لابن دانيال. الكاتب يلي هو كان بالقاهرة، ابن دانيال المصلي يلي كان عايش بالقاهرة وكان يعمل عروض دمى. وكان لها أهداف سياسية وكانت للكبار مش للأطفال، أهداف سياسية واجتماعية طبعا. ونحن كان معروف عنا شيء اسمه كاراكوز. وكتير ناس بيعرفوا أنه في شيء اسمه كاراكوز. إذا حدا عم بيعمل هيك حركات شوي بتضحك أو حركات شوي مش كتير بيقولوا شو هالكراكوز هذا، بس كراكوز هو شو؟ هو شخصية دمى كانت معروفة عنا. شخصية مسرح دمى كانت بلبنان، بسوريا، جاي من تركيا بالأساس، ببيروت، بطرابلس، بصيدا، بالشام، بحلب، يعني كانت ناشطة الحركة المسرحية. طبعا كان مسرح دمى للكبار مش للأطفال. كان ينعرض بالقهاوي، كان هو مسرح ظل بالمقاهي، ولحد هلا في نصوص بعدها موجوده لهلا. وكان الى بعد ترفيهي والى بعد اجتماعي واحيانا سياسي. ويقال حتى اول دعايه اعلان بلبنان ظهر بطرابلس من خلال مسرح الدمى، من خلال مسرح الظل اللي هو دعايه لمحل حلو. كتب عنه جوزيف فيخوري بكتاب عامله عن مسرح الدمى، حلو كتير. فهذا موجود عندنا بتراثنا. الكتاب اسمه مسرح هذا الكتاب طلع اصدره المركز التربوي والبحوث العلماء من زمان بالسبعينات. اسمه مسرح شيء مسرح الدمى بالتربية. يعني ما بتذكر موجود؟ هو اكيد موجود هو موجود عندي بس اكيد موجود بالمركز التربوي اللي بحب يلاقيه بلاقيه هون 100% بالمخازن. طب اللي من عم تقول مسرح الظل يعني عم يعني يعني بيكون في ظل على الحيط ولا انه مسرح الظل هو شاشه؟ هو شاشه قماش من وراها بيكون في ضوء وراها. قبل كان في ضوء، قبل كان في قنديل او شمعه. وفي دمى مسطحه معموله من الجلد الطبيعي. هي بتنعرض بين الضوء، بيعرضوا بيلعب يعني بيحركوها بين الضوء والشاشه والناس بيشوفوا الخيال تبعه. شادو لاند يمكن مش من فتره اجوا عملوا عرض هون، هلا عم يرجعوا يمكن ما بعرف اذا فينا نقول يجددوه او يمكن مطورينه. لا هذا موجود بالعالم من دون ما نحن نعرف. موجود عم يتطور وين ما كان وحلو الناس ولا مره واقف بالعالم. هلا طيب. نحن عنا واقف بس انه
بالنسبه لنا نحن انه مسرح دوما هو للكبار اكيد، مشان هيك يعني مره وقتها كنت عم بحضر المسرحيه بمسرح الدوما اللي هو بدوار الشمس ببداره، واحده من المسرحيات عندكم. فانا سالت ست من الستات انه ليه انت جايب الاولاد معك، وقالت لي مش بس هن، قالت لي نحن بننبسط كمان، فانا بحب على طول جيبهم، وبالاضافه انه حابين كثير اولادهم انه يحضروا مسرح وحتى لو اعمار صغيره. هلا مسرح دوما بلش الكبار، بس انتم عندكم هو بالاجمال عم ينعرض للاطفال، انت بتقلي على طول من عمر القديم من عمر 3 سنين لعمر 99. ايه بس هلا حسب كل مسرحيه، في مسرحيات مش اقل من 6 سنين او 7 سنين حسب كل مسرحيه. بس بالمبدا نحن المسرح تبعنا هو مسرح للعائله مش بس للأطفال، هو للأطفال طبعاً صح. يعني معمول بشكل أنه يقدروا يفهموه الأولاد ويفهموه بسهولة، ومش بس يفهموه يحبوه، بس بنفس الوقت أي مسرح للأطفال لازم الكبار يستمتعوا فيه، وإلا ما بيكون مسرح ويصير في مشاركة بينهم طبعاً. وبين الأولاد يعني حتى يصير فيها الحوار وهالتنمية، يعني الأولاد يقدروا يحكوا مع أهلهم، وبعدين هن مفروض يعني الأهل إذا كانوا موجودين مع الأولاد مش يزهقوا، بالعكس يجوا هن عم يحضروا كمان شيء حلو. هو دور المسرح يخلق حوار بين الناس صحيح، ودور مسرح العائلة اللي نحن منقدمه يخلق حوار بقلب العائلة، يعني شوي يحطوا الآيباد شوي هيك لمدة 5 دقايق تقدروا يحكوا مع بعضهم شوي. هو 10 يعني إن شاء الله يا ريت. يعني وليد عم نحكي نحن بالنهاية عن الفن، معناتها الهدف الأساسي هو تنمية الفن أو الحس الفني عند الأشخاص إن كان كبار وكان صغار، بس برجع بقول عند صغار لأن إحنا منأسس منبلش من الأول، فلمن الطفل بينمى عنده هالحس الفني هلأ اللي عم نحكي عنه هو شكل من أشكال الفن المسرح، أكيد بشخصيته أكيد بتصرفاته بعدين هالشي بيظهر. وأنتون تشيخوف بيقول الفن الحقيقي يعطينا جناحين ويأخذنا بعيدا بعيدا، وأنت عندك كمان يعني أنت فنان، ورح نحكي هلأ أكثر وكيف دورك كسينوغرافي بمسرح الدمى، بس شو بيعني لك الفن؟ هو الشيء اللي بيعطينا جوانح بخلينا نطير، إن كان الفنان نفسه لأنه هي وسيلة التعبير اللي عنده إياه اللي بيمتلكها، أو للأشخاص يلي عم يتلقوا هذا الفن، إذا كان فن عن جد يعني ذو مستوى عالي وراقي. أنت قلتي هلا إنه بنمي الحس الفني عن الطفل وكمان الذوق الفني، يعني مش بس المسرحي، يعني المسرح عم نحكي بالذات عن المسرح. المسرح هو عدة فنون تجتمع مع بعضها لحتى تشكل مسرحية، يعني بنمي الذوق الفني بالمسرح، بالموسيقى اللي عم يسمعها، بالأشكال وبالألوان وبالأشياء البصرية اللي عم يشوفها. هون دور السينوغرافيا بهذا النوع من المسرح، الحوار، اللغة، كل هيدول. أكيد مشان هيك خلقت جمعية خيال. جمعية خيال ايه، هي اسم يعني تسمية خيال اجت يعني تذكيرا بشغلتين، هي دلاله على خيال الظل كنوع من انواع مسرح الدمى يلي انشهر عنا ببلادنا، والخيال يلي الخيال الايماجيناسيون، خيال يلي بخلينا نسافر بعيد عن هذا الواقع، بس طبعا بشكل ايجابي عم نحكي نحن من خلال الفن. قبل ما نحكي عن المسرحيات وكذا، لان احنا كنا محضرين شريط وصار في قاط الفني ما قدر يفتح، فبركي من بعد هالفقره، مشان هيك رح استغل انا الفرصه ونحكي شوي عن حضرتك قلت انه تعالج انت وعندك ماستر بالتنشيط النفسي الاجتماعي في ظروف الحرب، فممكن كريم نحكي شوي عن هي وكيف انت تعالج باللعب، يعني شو دور المسرح بالمعالجه النفسيه، لانه انت معالج نفسي للولاد وللكبار مظبوط كيف؟ الحقيقة أنا العلاج النفسي يعني بلشت أدرسه بعد ما خلصت مسرح. أول ما جيت على بيروت بعد ما خلصت اختصاص شعرت وقت عملنا مسرحية وكثير نجحت، وبلشت تكبر أحلامي أنه يكون في مسرح دمى محترف بلبنان،
بس بلحظة من اللحظات هيك بلشت، ما نحن عنا حروب دائمة، حروب صغيرة. لا عيب، عم نظلم. فقعت واحدة من الحروب بالتسعينات، فهيك فجأة بلشت فكر انه انا شو دوري، انا كمسرحي شو دوري بهذا المجتمع اللي انا فيه هلا؟ هل دوري اذا يعني نحن بمجتمع دايما في حروب، وانا كمسرحي شو دوري؟ هل دوري بس اعرض مسرحيات للناس، ولا في له دور تاني المسرح؟ حلو. من هونيك بلشت يعني ادرس تخصص مختلف كليا، يعني هو علم النفس والعلاج النفسي، وفتت بتخصص يبدو لي كان بهداك الوقت انه مختلف، بعدين شفت انه في كثير ترابط مختلف عن اختصاصك اللي هو الاخراج المسرحي. بعدين شفت انه في كثير ترابط. ايه. ومش بس هيك، انا كثير بستفيد من تخصصي بعلم النفس لما اشتغل مسرح، كثير بستفيد من المسرح لما اشتغل بالعلاج النفسي. حلو. وهذا مهم طبعا، يعني ففي هلا تزاوج اذا بدك بين هذا بين التخصصين، وانا عندي حياه بارالل، يعني يعني حياتي كمعالج نفسي وحياتي كمخرج بالاضافه للتعليم الجامعي. المسرح شغله مهمه، المسرح بطبيعته علاجي، بطبيعته له بعد علم من اول ما خلق، بطبيعته له بعد بسميه ارسطو كترتيك تطهيري. مزبوط. وهيدا وحده من ادوار المهمه للمسرح، لانه الشخص اللي عم يعمل مسرح او اللي عم يحضر مسرح بصير في عنده حاله من التنظيف الداخلي. كيف بتصير؟ من اي ناحيه؟ يعني بتصير وقت اللي الواحد يشوف حاله قدام مرايه، المسرح شغلته يعمل مرايه للمتفرج، والمتفرج هو عم يحضر المسرح بيفتش عن هالمرايه، بفتش على انه يشوف حاله بشكل او باخر بهالشخصيات اللي عم يتحركوا. نوع من الاسقاط اللي هو بروجكشن. طبعاً. من 100%. اوكي 100%. من خلال هذه المرايه المسرحيين، المسرحي اللي هو المخرج او السينوغراف او الممثل او كل الفريق تبع المسرحي، شغلتهم انه يفرجوا هذا المتفرج هذه المرايه، بس يرافقوه على مطرح مهم انه هو يروح عليه. ممكن هو ما كان مفكر انه يروح عليه، بس مهم انه يروح عليه. هول الجوانح اللي حكي عنهم انطون تشيخوف. حلو. يلي نحن بنحاول انه نعطيهم للجمهور، نمنحهم للجمهور ونعطيهم المسرح. طيب نحن رح نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حديثنا. خليكم معنا مشاهدينا، فاصل صغير وبرجع بكمل حديثي مع ضيفي كريم دكروب ووليد دكروب. أصدقائي رجعنا بعد الفاصل تنكمل حديثنا اليوم اللي هو موضوع المسرح ومسرح دمى بشكل خاص. كريم، كنا عم نحكي عن المسرح ومسرح دمى قبل، والعلاج بالمسرح وقبل الفاصل. وأنا أول ما قريت بلشت الحلقة قريت من رسالة فاسيليف، وبيقول هو إن إحنا منا بحاجة للمسرح السياسي وغيره. مسرحيتك الأخيرة اللي هي أمر ضوي عن الناس، يعني تعبر كتير مرتبطة باللي قاله، بس طبعاً. فينا نحكي عنها شوي بتيصير الشريط جاهز ونشوف منها مشاهد. يا أمر ضوي عن الناس هي آخر مسرحية عملناها. الحقيقة كان صار لنا يمكن سنتين مش عاملين انتاج جديد، لان احنا بمسرح الدمى اللبناني بنعمل ريبرتوار، يعني بنعرض كل المسرحيات القديمه تبعنا. ليش؟ لانه ما بعرف، انا حاسس انه بهالزمن اللي نحن عايشين فيه شو بده يحكي الواحد، خاصه للاطفال. مزبوط. وقت اللي نشوف اولاد، وخاصه انا عم شوف الاولاد بالعياده، وعم شوف الصدمات اللي عم تطلع، واكثر الصدمات اللي عم تطلع من شو الولاد اللي عم يشوفوا على التلفزيون، وشو عم يسمعوا من اهلهم من القلق والخوف تبع اهلهم، لانه الناس قلقانه، كل الناس قلقانه اليوم. مزبوط. مش بس بلبنان، الدول العربيه، بكل العالم. بكل العالم في صح. قلق عام. صح.
القلق صح. القلق نحن بنعتبر انه الكبار قلقانين لانه الكبار عارفين شو عم بيصير، بس القلقانين اكثر شيء هن الاطفال لانه عم يسمعوا وعم بيشوفوا وما عم بيفسروا لهم، لانه بيعتبروا الكبار انه الصغار ما بيعرفوا شيء. الصغار بيعتبروا انه الكبار ما بيعرفوا شيء، ما عم بيفسروا لهم، ما عم بيوصلوا لهم شو عم بيصير. لذلك لما الاولاد يشوفوا حدا عم يقتل حدا، لشو القتل؟ بيسألوا كثير الولاد هذا الشيء. ليش الناس هالقد قاسيين على بعض؟ ليش الحرب؟ ليش بتحاربوا الناس؟ بتحرز؟ صحيح. كل هالأسئلة بيسألوها الولاد، بس الكبار ما عندهم أجوبة عليها. نحن حاولنا بهالمسرحية نفتش، ما حدا عنده جواب، بس نفتح النقاش مع الولاد ومع الكبار. لذلك شفنا حكاية معروفة بالكتب السماوية. مظبوط. حكاية يوسف وأخواته. حكاية يوسف وأخواته اللي زتوه بالبير. اللي حكاية من أجمل الحكايات الإنسانية. بتحكي عن الخي، ليش الخي هيك بيقتل أو بيأذي خيه. بس حبينا نحكي الحكاية مش من وجهة نظر الناس. نعم. لأنه الناس عم بيعيشوا على الحكاية. ويمكن تعودوا عليها. ما عندهم أجوبة كمان. تعودوا عليها. سبق قلت ما عندهم أجوبة. ايه. حبينا نحكي حكاية من وجهة نظر الذئب ديب. لأنه الذئب دائما بيتهموه إنه هو الشرير، هو اللي بياكل، هو اللي بيقتل، هو اللي بيعمل. بينما هو هلا اتهموه إنه هو اللي أكله ليوسف. بس هو ما عمل شيء. الديب بيحكي عن حاله هو بالمسرحية، هو أصلا الذئب هو حيوان نظيف، حيوان وفي. وما بياكل إلا إذا جاع. بينما الإنسان إذا جاع بيأذي، وإذا شبع كمان بيأذي. مزبوط. فانطلقنا من هذا الموضوع، من الذئب كيف هو بيشوف البشر. وهو ذئب صغير يعني مثل مثل يوسف أنت ملون. أي. يعني صغار. رح نشوف نحن حضر الشريط وهلأ رح نشوفهم ومنرجع منحكي أكثر ومنحكي مع وليد عن السينوغرافيا وصناعة الدمى من بعد ما نشوف الشريط. الغريب أنه الإنسان بخاف مني وبيحكي لأولاده حكايات عني. كان يا مكان بقديم الزمان بنت صغيرة مهضومة كتير اسمها ليلى. كان يا مكان بقديم الزمان كان في بنت كتير لذيذة ومهضومة اسمها ليلى. كان يا مكان بقديم الزمان كان في بنت صغيرة اسمها ليلى. كان عندها أحلى برنايتا كان لونها أحمر. مرة أمها قالت للماما انتبهي يا ليلى يا حبيبتي بدك تنتبهي من الديب. وحكى ليلى من الديب. اوعى يا ليلى من الديب. اوعى تسمعي الديب بياكل الناس. شو ما قالك شو ما حكيتي بضلك ماشي. انتبهي يا ليلى من الديب. الديب بخوف بيأذي يمكن ياكلك. انا الديب. أنا الديب، مخلوق نظيف وحساس. أنا والديبي مشوار عمر ما بيخلص لآخر العمر. مشينا مع بعض خطوة خطوة، شفنا أيام صعبة وشفنا أيام حلوة. الدياب والديبات كلن هيك، معروف عنن الوفا. واحد منهم بيروح على الصيد وبيبقى التاني مع الولاد. هالمرة كان دوري اتصيد، وكان من عادة الدياب يروحوا على الصيد مجموعات، وكل مرة كانوا ينقوا ديب صغير وياخدوه معهم يدربوه على الصيد. الليلة دور ابني الكبير، هو كان رح يطير من الفرح،
بس أنا كنت قلقان والديبي أكتر. راحوا الكل، خيم الصمت حتى من الليل. موسم الخير اللي جاي يا ليلة الغلم، يا بالبراري نحنا يا غرس أطلي، ريحة السحاري على إيد الدواري، ريحة الإنسان أو موكب غزلان، روايح طبار أو قطيع سباب، نفحص التعساك ع مدى الغابات. يا موسم الخير اللي جاي يا ليلة الغلم، يا بالبراري نحنا يا غرس أطلي، يا غرس أطلي. في بوجهه نور غريب، شو ايده خضرة، كل ما زرع شتلة بتصير شجرة. ايده خضرة شو ما لمس، احلى نغمي كيف ما همس. ايده خضرة شو ما لمس، أحلى نغمي كيف ما همس. هو صغير بس قلبه كبير، قلبه طيب بيحب كتير. إيده خضرة روحه حرة، يا خوفي شو خبى بكرة. إيده خضرة روحه حرة، يا خوفي شو خبى بكرة. يا ابني يا ديب رجع، اوعى تقرب من انسان حتى لو كان صبي مثل القمر، بالنهاية بيطلع مثل كل البشر. أصدقائي، كنا مع مشاهد من مسرحية يا قمر ضوي على الناس، اللي هي آخر مسرحية بمسرح الدمى من كتابة وإخراج كريم دكروب وصناعة الدمى والسينوغرافيا لإلك وليد. خبرنا شوي عن صناعة الدمى. أول أنا بس بدي أقول شغلة، عطول بالدمى عندكم فيها القرب من الأطفال وحتى التفاعل مع الجمهور. يعني أنا كشخص كبير عم بحضر، ما فيك ما تحس بالحنية مثلا اللي مرقت بين الديب البي والصغير وحتى ويوسف. يعني هل وبعد شوي رح نشوف بغير مسرحيات كمان، هالقرب هيدا هالقد من المشاهد ومن الطفل، وهال ما بعرف يمكن في حنية في إنسانية بالدمية،
كيف هالشي هيدا عم تقدر انت تحققه بدون ما؟ اهم شيء يبين الصدق للناس لانه الجمهور بشوف يعني بيقبل الاشياء اللي بشوفها صادقه بالنسبه له تيصدقها من خلال التمثيل من خلال يعني اي شيء عم يصير على المسرح. هلا بما انه احنا وسيلتنا هون هي الدمى في عنا يعني في شغل كتير على كيف نطلع شكل الدميه كاركتيرها نظراتها عيونها خاصة انه هي جامدة وانت عم تنحى خاصة انه الدمى اللي شايفينها هي دمى جامدة ما فيها يعني ما في ملامحها حركات معينة في حركات بالجسم من خلال جسمها هي جسم الدمية ومن خلال كيف المثل بحركها فدايما في بحث بطريقة تصنيع الدمية بشكل تكون تحريكة حقيقة ويعني صادق للناس. طب يعني القصه صارت بتحريك الدمى. التحريك جزء كتير مهم يعني بالنهايه قد ما كانت الدمية متقنه اذا اللي عم يحركها مش كتير بعده يعني مش كتير فهمان عليها مزبوط. شو بدها تعمل ما بتزبط اكيد. طب بتتدخل انت اوقات بالاخراج شيء هو الاخراج على طول لكريم بس انت اوقات كسينوغرافي وك لانه انت مصنع هالدمى بتتدخل شوي بالاخراج او تحريك دمى يمكن الممثلين لا مش قصه التدخل مش تدخل بالاخراج بس ما هي هو العمل المسرحي عمل مشترك الكل يعني الكل اللي بيتدخل تدخل بالكل تدخل ايجابي ما هو انا ما عم بحكي تدخل سلبي اكيد يعني نحن انا على علاقه دايمه مع الممثلين ومع المخرج والممثلين عم يشوفوا المطبخ الداخلي تبع الدمى وعم يشوفوا شو عم يصير وعم يعني عم يحركوا عم يجربوا عم يتمرنوا على الدميه عم يعطوني ملاحظات على تحريكهم انه نحن بحاجه لهون شوي قاسي هون شوي احيانا بيقترحوا حركات معينه بيقترحوا اشياء جديده او بتتنفذ او ما بتتنفذ بس انه دائما في تفاعل دايم بيني وبين الممثلين طب اكيد مع المخرج يعني حلو بالنسبه لصناعه دمى بياخذ منك وقت كثير وفي ناس بيساعدوك اكيد اكيد هو اكثر شيء بياخذ وقت هو تصنيع الدمى السينوغرافيا يعني هي يعني اللي بياخذ وقت فيها هو انه خلق الفكره اوكي بعدين لما تخلق الفكره اجمالا تصنيعها وتنفيذها ما كثير بياخذ هالوقت الدمى هن اللي اكثر شيء بياخذوا يعني من مجهود ومن فكرنا ومن نومنا لانه صحيح في ناس عم يساعدوني وفي الاتوليه يعني شغال دائما بس كل دمية بدها لحالها بحث يعني الولد بقي طول كتير معنا تيخلق كانوا عم يحركوا اشياء تانية يعني بدل الولد لحد ما طلع الكاركتير نفس الشيء يعني بعض الدمى هيك بصير فيهم بغير مسرحيات نفس الموضوع يعني ما هو بيخلق يعني هي الشخصية بتخلق على الورق بعدين انت عم تخلقها تتصير حية وقلنا تعطي هالصدق كله للناس السينوغرافيا تنفهم نعرف المشاهدين شو هي وكيف بتلعب شو اهميتها بكل المسرحية يمكن صناعة الدمى هي جزء من السينوغرافيا صح؟ بمسرح الدمى اكيد ايه؟ مثل ما بالمسرح البشري الآدمي يعني الكوستيوم شكل الممثل يعني الهيئة اللي عم يطلع فيها الممثل كمان جزء من السينوغرافيا نفس الشيء هون المسرح الدمية هي تصميم الدمية وألوانها جزء من السينوغرافيا طبعا طريقة اللبس كل شيء الديكور اذا فينا نقول السينوغرافيا هي اللغه البصريه اللي يعني هي الوسيط البصري اللي بيوصل للناس اللي بيشوفوه الناس على المسرح الالوان والاشكال التفاعل بيناتهم والسينوغرافيا هي فكره هي كونسبت هي مضمون فكري دلالي مش بس ديكور يعني بمعنى الوظيفي للكلمة يعني هي اللي بتجسد الفكرة بالنهاية فكرة اللي انحطت بالكتابة في إلها دلالات وفي إلها وظائف نفس الوقت يعني السينوغرافيا أو كلها اللي عم بيصير هو الفكرة أنت كتبتها صار تجسدت على المسرح وبعدين إجا الإخراج وقال أنه أنا كيف
كيف هو بيتحرك وهدومي شو بتعمل هيك بصير هي مطبخ طويل عريض يعني عادة ببلش أكيد من الفكرة بعدين بينتقل ل أول شيء من الفكرة الدرامية قبل الإخراج قبل ما الواحد يفكر أصلاً بالإخراج أنا إذا بدي أكتب أنا لما إذا بكتب مسرحية أو قصة لمسرحية ما فكر بالإخراج دغري فكر أول شيء بالقصة بناء القصة كيف عم تنبنى القصة بعدين لما تنبنى القصة وتخلص بلش نفكر بالإخراج وهون كمان بعدين بنبلش نفكر بالسينوغرافيا يعني هي مراحل ما بنقدر نحرق مراحل في كتير ناس بيحرق المراحل وهلا بنحكي لما بدنا نحكي عن الكتاب بنحكي عن حرق المراحل بالنسبه للمسرح ايه ما فينا نحكي ما فينا نفكر بالفورم بالشكل قبل ما نفكر أكيد بالمضمون اكيد لانه بالنهايه الشكل اجى عم بيجسد المضمون اللي هي الفكره الاساسيه يعني في سؤالين مهمين بالمسرح ماذا وكيف اول شيء شو عم تقول بعدين كيف بدك تقول بس اول شيء شو أول شيء هو شو الفكرة؟ كل شيء يعني مفروض يكون في فكرة بالأول بالنسبة للممثلين قلنا أنه تحريك الدمى هو يعني الأهمية المسرحية بكيفية تحريك الدمى كيف بتختارهم على أي أساس وكيف بتدربهم على تحريك الدمى؟ أنت اللي بتدربهم صحيح؟ أول شيء كلهم ما عدا شخص تلميذي بالجامعة كانوا وصاروا بعدين في كاتيا اللي هي زوجته لوليد كاترين يكاترينا يلي هي خريجة المعهد اللي نحن درسنا فيه اثنيناتنا وخريجة يعني درس التمثيل وتحريك دمى الباقيين كلهم كانوا طلابي بالجامعة بختار من طلاب الناس اللي بحس انه هيك راسنا على بعض اكتر واللي بيفهموا علي بيفهموا عليهم اكتر واللي بيحبوا ان يشتغلوا بمسرح الدمى وبكونوا مرئين بالجامعة بمسار معين بكفوا هذا المسار بالفرق بتحس عندهم هالباشن يعني يمكن هالعشق يمكن او بحبوا انه المسرح مش كل يعني دائما وقت اللي درس بالجامعه بالذات مسرح الدمى لانه مسرح الدمى نوع كتير صعب من الفنون اذا في عندي صف في 10 15 20 شخص اذا طلع شخص او شخصين بيعشقوا الدمى بيكون كتير منيح هول بنختارهم هول اللي بنختارهم مثل ما ذكرنا انه المسرح الدمى اللي بدوار الشمس انتم بتعتمدوا نظام الريبرتوار هو الحلو فيه من انه الريبرتوار لانه انتم عم تعيدوا مسرحيات يعني في منهم صار لهم 23 سنه مثل شو صار بكفر منخار وهو كل سبت الساعه 4 انتم بتنعرض المسرحيه كنت عم فكر انا عم حضر الحلقه هيك عم فكر انه شو حلو لانه مش بيحطوا دي في دي وبيحطوا وبيرجعوا بروحوا بيشتروا دي في دي وتنرجع نعيد وبيرجعوا عندهم الامكانيه انه يروحوا على المسرح ويرجعوا يشوفوها حي على المسرح انه شو هالخبره الحلوه ان كان للكبار وان كان للصغار فيمكن جاوبت شوي انا على قسم من السؤال بس كم مسرحيه اللي عم تنعرض هلا ونظام الريبرتوار انت شو كانت الفكره الاساسيه حتى اعتمدتوا في شيء بالفرنسي بيقولوا سبيكتاكل فيفان يعني مسرحيه حيه عايشه بيختلف عن سبيكتاكل عم شوفه على الشاشه ما انه عايش انه اوكي في موفمون في حركه بس ما في حياه على المسرح في حياه لانه في حدا عم يتنفس قدامك حدك عم يتنفس يعني واكيد في تفاعل بالضرورة بده يكون في تفاعل بين اللي عم يتفرج واللي عم يعرض هذا أهمية المسرح الحي منين اجت فكرة الريبرتوار نحن درسنا بروسيا أنا بذكر بأوائل التسعينات كنت عم بحضر باليه شهرزاد لريمسكي كورساكوف ثاقبت السنة اللي أنا عم بحضر فيها هذا الباليه كانت الذكرى المئوية للباليه يعني كانوا عم يحتفلوا بمئة سنة لباليه شهرزاد يعني من مئة سنة لهديك اللحظة نفس المسرحية نفس الإخراج نفس البارتيسيون نفس الموسيقى نفس السينوغرافيا طبعا المسلين في ناس بيكبروا في ناس بيجي مطرحهم بس العمل المسرحي هو ذاته عمره مئة سنة بعده عم ينعرض بنفس الطريقة وقتها طلع عندي حلم أنه أنا لما أرجع لبنان أتخرج وأرجع بدي أعمل هيك حلو كتير نشكر الله وقدرت تعمل هيك صار 23 سنة هو صار ربع ربع القيمة ربع قرني فأهمية هذا الشيء إنه بنقدر نشوف التاريخ قدامنا نحن شعب بينسى عادة
بينسى تاريخه. فكتير حلو الواحد يشوف تاريخ المسرح قدامه. كتير حلو تشوفي مسرحية عرضت من 23 سنة بظروف معينة، يمكن الظروف تغيرت أو ما تغيرت، يمكن جيل كبر، جيل تاني إجا، جيل تالت إجا، وهالمسرحية بعدها بتقدر تكون بعدها عايشة، ونقدر نحن وعم ندرس المسرح نجي نشوفها. شو حلو إنه نحن وعم ندرس مسرح، حلو كتير ندرس تاريخ معين، نجي نحضر التاريخ قدامنا، ليش لا؟ خاصة إذا التاريخ بيكون بعده بينبض، بعده يعني مسرحية مثل شو صار بكفر من خار، هلا إذا حضروها بحسوا إنه عم تحكي عن مجتمعنا اليوم، وهي عمرها 23 سنة، بتحكي عن مشكلة شعب ما عم يعرف يتعاطى مع مدينته، ما عم يعرف يحافظ على مدينته. هي مشكلتنا يعني، هيدي من اكثر من 23 سنة. بس كمان انتوا لانه بالمسرح عم تقدروا تفكروا، هذا هو التفاؤل، هذا التفاؤل بالخير، هذا التفاؤل من وقتها وبعدنا عم نتفائل فيه. طب منيح، ان شاء الله نضل ونضل نتفائل. هلا الفرق ليه بالمسرح في تفاؤل؟ لانه بشو صار بكفر من خار الناس بالنهاية بحسوا على دمهم، فبالمسرح بنتفائل. بعدنا من 23 سنة متفائلين، عم نرجع نكرر التفاؤل كل سنة، نحس عدمنا نحن بالبلد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. بس هيك تحت احكي شو صار بكفر من خار، بتحكي عن مدينة اهلها ما بيهتموا بنظافتها، بيقوم بيطير مناخيرهم، بيضربوا المناخير بيطيروا. غريب كريم، كأنه أنتوا كتبتوا وعارف هلا شو راح يصير يعني بقصة. نحن كلنا بنحكي على فكرة هذا السبت عنا شو صار بكفر من خار. نحن كل سبت مسرحية شكل، يعني نحن هلا في 8 مسرحيات عم تنعرض حاليا. نحن عاملين 25 مسرحية، بس اللي بقيوا هن المسرحيات الأكثر شيء بتنجح. المسرحيات اللي بنحسها مش كتير ناجحة ما بنتركها، اوكي بتبقى سنة سنتين وبتروح، بس المسرحيات اللي بتنجح بتبقى. في هلا 8 مسرحيات عم تنعرض بإطار برمجة، يعني اللي بيلحقنا على الفيسبوك او على يعني على الوسائل التواصل الاجتماعي، التواصل بيعرف كل اسبوع شو عنا ب لبنانيز بابل ثياتر خيال. كل اسبوع على الفيسبوك، موجودة على الفيسبوك. كل اسبوع شو عنا؟ كل اسبوع عنا مسرحيه. هل السبت الساعه 4 في شو صار بكفر من خار مسرح دوار الشمس، السبت اللي بعده في يا قمر ضوي على الناس. والصيف نحن بنعرض مش كل سبت، كل خميس. كل خميس كمان الساعه 4 ما هيك؟ لا 5:30. لانه الصيف غير توقيت، لانه بيقربوا الاولاد غير الاولاد بيناموا هيك بيطولوا اكثر تاني كمان ما في مدرسة، والناس بالويك اند بتروح على الجبال وعلى البحر وقصص. بالصيف يعني بعد قد ايه شهر؟ يعني تموز اب تموز. نحن بنوقف باخر المدارس بايار حزيران، بنوقف بنريح شوي بنرجع بالصيف. ذكرت شغلة انه بيقدروا يشوفوها بعدها حية قدامهم، وبدي ارجع نوه انه بيقدروا الاجيال، لانه قلت اول جيل والثاني والثالث، يعني اللي حضرها اول مرة واللي حضروها الجيل الثاني اللي حضرها قادرين يجيبوا اولادهم يحضروها ويرجع يصير فيها الحوار، وهذا شيء كثير مهم. كل ما نعرض هالمسرحية او المسرحيات القديمة بصير عندنا حكايات بالمسرح. يعني كل مرة بصير في عندنا حكاية، بتجي تيتا جايبة بنتها أو ابنها مع الحفيد، حلو كتير، جاي ثلاث أجيال بقولوا أنه الأم أو البي حضرت هالمسرحية هي صغيرة أو هو صغير، صحيح. وعم نجيب يعني كتير حكايات حلوة، بس مش التيتا اللي حضرتها هي صغيرة، لا التيتا بعد بكير، بس أنه التيتا جابت الماما أو جابت البابا. بس في شغلة مهضومة صارت من آخر مرة انعرضت هالمسرحية، بتلفن شخص بيقول أنا ممكن الكبار يجي يحضروا؟ طبعا أكيد. قال لأنه أنا خطيبتي كتير بتحب هالمسرحية من هي وصغيرة، حابب أعمل لها سيربريز أعزمها. لك شو حلو، هاي واحدة من الأشياء، هاي واحدة من الخبريات اللي نحنا بنحبها يعني. وأحيانا كتير منصور الناس اللي يعني بيجوا الناس بيجيبوا صورهم هني وصغار مع الكاركترات، ومنصورهم هني وكبار وبنعمل نحط مقارنة، فهذه شغلة كتير حلوة بالمسرح. أكيد يعني في حياة تانية عم بتصير. هالمسرح شو مخبي قصص ومخبي حياة، وهو مسرح ومخبي قصص غير اللي عم بتصير على الخشبة. وليد هلأ كمان إذا أنت بالجامعة عم تعلم تلاميذك طلابك، أكيد لما تحكيهم عن شغلة قادرين هن يروحوا على المسرح ويشوفوها مطبقة قدامهم بالمبدأ عم بتصير. لا هلا مش بس عنا يعني، أنا بدعيهم يحضروا كل عمل مسرحي عم
كل عمل مسرحي بيحصل بيصير بالبلد انا بدعيهم يحضروا دائما طبعا على قدر امكانياتهم. بس احنا بنعزمهم مسرحياتنا نحن اكيد يعني طلابنا بفوتوا عليها وقت اللي بدهم بيجوا يعني. ايه اكيد انا دائما بيكونوا موجودين ودائما بيساعدونا و انا قلت هيك كمان لانه يعني هي مسرحيه لها هالقد سنين عم تنعرض فهن بيشوفوا يعني اللي حكيتهم عنه عم بيشوفوا عم يتطبقوا منه من كذا سنه مشان هيك هون الاهميه. بدي احكي إن شوي عن مشاركاتك. قلنا انه انت شاركت ببلدان اخرى اللي كان منهم وحصلت على جوائز لافضل سينوغرافيا بمهرجانات بالاردن وتشيكيا وروسيا. بتشيكيا المسرحيه ككل حصلت على جائزه افضل عرض. اها اي مسرحيه؟ الف وردي ووردي. الف وردي ووردي اوكي. والمسرحيات الاخرى اللي فزت عنهم بالاردن سنه 2003 يلا نمرجان اخذت مش بس افضل سينوغرافيا اخذت شيء خمس جوائز تبع يعني المهرجان اخراج سينوغرافيا ونص وازياء وموسيقى. بيهتموا بالاردن بمسرح الدمى مسرح الاطفال يعني نحن مشاركتنا بالعالم العربي هي بمهرجان مهرجانات لمسرح الاطفال. هلا حاليا في الهيئه العربيه للمسرح عم تعمل يعني حركه كثير حلوه بالعالم العربي ككل مزبوط. وعندهم لجنه لمسرح الدمى هن بسموها مسرح العرائس وعم يعملوا نشاطات كل سنه مهرجانات او ملتقيات بسموه ملتقى. هالملتقى ممكن يكون في عروض مسرحيه بس اكثر شيء بيكون في ندوات. وشاركت انا هالسنه بالقاهره ويمكن السنه الماضيه كمان كريم كان له مشاركه ويعني هلا بلشوا عن جديد يعني يتوجهوا بالذات لمسرح الدمى. بقطر كمان كان عندك شيء مشاركه؟ بقطر عملنا مشروع عمل مسرحيه يعني عمل مسرحي لوزاره الثقافه بقطر. كمان مهتمين بهال حقيقه بكل معظم الدول العربيه في سياسات ثقافيه ما عدا لبنان. هي شوي مفارقة غريبة. لبنان ناشط كتير ثقافيا، أفراده ناشطين ثقافيا، إنما ما في سياسة ثقافية بلبنان. بينما بكل معظم الدول العربية الأخرى فيني أعدد لك الأردن، قطر، البحرين، الإمارات، السودان، اليمن، سوريا، عم بحكي عن كل يعني البلدان، مصر طبعا، تونس، الجزائر، الكويت، يعني عم بحكي عن دول كلها فيها ميزان مش بس ميزانيات فيها خطط لتنمية الثقافة. نحن عنا منارة ثقافة بس ما في أي خطة لتنمية الثقافة للأسف. مشان هيك على طول بتضل هي مبادرات فردية وعن جد يعطيهم العافية كل اللي بيشتغلوا بهالمجال لأنه النهضة اللي منعيشها بلبنان هي كلها عبارة عن مبادرات فردية. يمكن تعرف أنا البرنامج يعني زوايا يمكن كان هو واحدة من هالمبادرات إن شاء الله قدر نساهم شوي بالحركة الثقافية لأنه في ناس عم يشتغلوا يعني وفي عنا مثقفين وعلى مستوى طبعا. مش بس في مستويات مش منيحة أو بس إشياء بشعة أكيد لا. لبنان مش طول عمره ما كان هيك طبعا. أبدا قلنا يلا ينام مرجان اللي ربحت عدة جوائز وهيك رح نحضر منها شوي يلا ينام مرجان وبنرجع منكفي. أصدقاء الليلة بفقرة اخترته لكم رح ندمجها مع الحلقة كلها سوا لأنه عم نحضر من اخترته لكم عم نحضر مقاطع من المسرحيات وكمان ضيوفي جابوا معهم كتب رح يطرحوها علينا بالإضافة للأشياء اللي أنا كمان جبت لكم إياها الليلة. منحضر مقطع من يلا ينام مرجان. أنا والله حرام يلا ينام يلا ينام لا تذبح له طير الحمام يلا ينام روح يا حمام لا تسدد بيت زبعة مرجان لينام ما بنام لينام ما بنام يلا
ينام يلا يلا ينام يلا ينام لا تذبح له طير الحمام يلا ينام روح يا حمام لا تسدد بيت زبعة مرجل لينام لينام ما تنام يلا ينام يلا مرجل مرجل حندق شعره مرتب وندق مرجل مرجل حندق شعره مرتب يا مولانا يا مولانا لازم تنام النظام اتخربط حضرة ضابط النوم نعم شو هالغنية يلا ينام يلا ينام بغنوها للولاد الصغار شايفني ولد صغير يا مولانا انت مش ولد بس بعدك صغير ضابط النوم نعم قلتلك انه انا صرت كبير قلتيلي انت قادرة تنيمية شو اسمك؟ شهرزاد أميرة الحكايات أميرة منيرة منيفة مش مهم المهم راح فيك تنيمية شو اسمك؟ ضابط النوم للصغار وانت يا حضرة الأمير هيدي جبال الأحلام وهيدا نهر الأمان وهيدا بحر المرجان على اسمك يا ابن السلطان هيدي جبال الأحلام وهيدا نهر الأمان وهيدا بحر المرجان على اسمك يا ابن السلطان وهيدي بلاد كلها صغار بيسموها صغارستان طول نطلع طلع طلع مرحبا أهلين أهلين كيفكن منيح أنا منيح شو عم تعملوا عم بنبين عم بتزينوا لسوق ها مليون عيد اليوم عيد يوم عيد نعم اليوم عيد عيد أجل عيد سوق عيد اللعب عيد اللعب عيد اللعب نعم اليوم عيد صغارستان الوطني أيوه هاي مكان كان يا مكان نعم أمير شهرزاد تركوني وراحوا يعني الحكاية خلصت وأنا ما نمت يعني أنت هالحبس ايه حبسني اذا بدك بس ما تنسى الحكاية بعد ما خلصت كيف منن راحوا ايه بس انت بعدك هون مرحبا مين الشاب مين الشاب مين الشاب ها ها هيدا شاب هيدا هيدا ولد مركب شوارب عياري عياري نعم خلونا نشوف يلا قريب لنشوف سبتكن قريب يقولوا لعياري شوفون عياري شوفون شوفون كنا صغار كنا صغار هو نشرب نحلم بالمشوار كنا صغار
يقعد شوي ويوعد عضلات ايدي. شهرزاد ما فهمت. كل شي عبكير بيبدا صغير صغير، بياخد وقت كتير حتى يصير كبير. قصة ما بدها تفسير. كل شي عبكير بيبدا صغير صغير. شهرزاد قوليلن يطلعوا النسوان من الحبس. بياخد وقت كتير حتى حتى يصير كبير. شهرزاد بكرة لما اوعى خلي كل ولاد يجوا تنلعب سوا. قصة ما بدها تفسير. هيك المخرج بيعمل عطول. أصدقائي كنا مع مشاهد من مسرحية يلا ينام مرجان، مسرحية تصوير عم بقول المخرج كريم أنه من سنة 97، المسرحية عمرها 19 سنة. أنا جات حضرتها وليد عن جديد، وأنت بتقول بتجددوا بالدمى وبتجددوا بالإشياء طبعا. ومرجان خزية مرجان الدمية مجددة، مش معقول شو طبيعية وشو حي. وبتفكر في ولد على المسرح، يعني أنا قلت بآخر المسرحية قلت قد ما حلو بدي روح جيبه أخده معي على البيت. فتخيل كيف الأولاد اللي كانوا عم يحضروا المسرحية يعني شو حسوا. هيدا يمكن هاي بس تعليق، أنا مش عم أقول السؤال، نحن دجا حكينا، بس إنه مش معقول شو هالجمال اللي عم تقدر تخلقه على المسرح، مش معقول شو هالإخراج الرائع والمسرحيات والكتابة كريم. بس نرجع نذكر كل نهار سبت الساعة 4، والتيكت قديش أسعارهم يعني أفوردبل كتير؟ لا كتير نسبيا رخيص قد السينما. أي. يعني قديش؟ 15,000 و25,000. أوكي بال 15 او 25,000. لكن السبت الجاي في شو صار بكفر منخار. أي. ايه. اوكي واللي بعده؟ اللي بعده يا قمر ضوي على الناس. يا قمر ضوي على الناس. هلا اللي بعده ما تساليني لما ما بتذكر. فيهم قلنا بيقدروا يفوتوا على الفيسبوك او انا ببقى بذكر كمان بالحلقات. بعرف انه جبتوا لنا معكم اليوم كتب، وليد شو جبت لنا معك؟ اي كتب هيك بتقترح للمشاهدين قراءتهم؟ جبت كتب هلا بهالفتره انا عم بقرا كتاب منهم، والثاني بعد ما بلشت فيه لانه بعدني جايبه جديد فاجئ على الكاميرا، لفواز طرابلسي فيروز والرحابنة، مسرح الغريب والكنز والاعجوبه. عن شو الكتاب؟ عن مسرح الرحابنة. أوكي. عن 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 مسرح، عن يعني فكرة المسرح عندهم بالذات، دراسي عن يعني حاكي عن كل مسرحية لحالة، عن فكرة كل مسرحية، علاقتهم بالزمن اللي كانوا وقتها عم يبدعوا فيه، علاقتهم بالسلطة وقتها. وين موجود الكتاب؟ هلا قادرين يحصلوا عليه؟ هلا هالكتاب موجود عندي انا من فتره، ما بعرف. اكيد موجود. بقول نقول الدار هو من اي من منشورات رياض الرئيس. اوكي ممكن يسالوا والنشر. عند رياض الرئيس صح. وفي الجامعه اللبنانيه من كل فتره بتصدر، كانت بتعمل اصدارات، فعامل اصدار بال2015 عن الاخوين الرحباني كمان، ابداع فكري وفني. مشارك فيها عده كتاب باحثين، هن اساتذه بالجامعه اللبنانيه، دكاتره معروفين. تنسيق دكتور نبيل ابو مراد يلي هو اصلا عنده كتاب عن الأخوان الرحباني صادر بالتسعينات، يمكن بأوائل التسعينات. وحتى شاغل معهم هو كان بالزمانات، ومجموعة دكاترة من الجامعة اللبنانية، دراسات عن فكر الرحابنة، الأبعاد الاجتماعية بمسرحهم فنيا موسيقيا، يعني كل كاتب أخذ منحة أو أخذ اتجاه من ابداع الاخوان الرحباني. شكرا. هلا بهالفتره، لانه بهالفتره بالذات انا عم يعني عاطي طلابي بالطلاب المسرح يشتغلوا على مسرحيات الرحابني او على بعض مسرحيات الرحابني، فهلا عم نقرا عنهم كثير هالفتره. حلو، بشكرك كثير على الاقتراح وعلى الكتابين اللي جبتهم معك اليوم.
كريم شو جبت لنا معك؟ شو الكتاب؟ انا جبت معي كتاب مش بالعربي بالفرنسي ولا لا 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 هدف كتاب ارسطو بويتيك بالفرنسي بويتيكا اليوناني بالعربي ترجم فن الشعر انا برايي المتواضع الشاعري هيدا كتاب لارسطو ارسطو هو اول ناقد مسرحي بالتاريخ و مزبوط. عم نحكي يعني من صوب ال 400 قبل الميلاد 400 وشي قبل الميلاد ما مش حافظ التاريخ بالضبط حضرتك ناقدة مسرحية يعني هو المعلم لا. تبعك لا انا اقرا او بس تكتب نقد ايه اكيد بس ارسطو اهم شيء قاله بهالكتاب انه الفن هو صح حرفة وصنعة بس في شيء تاني بالفن أهم من هيك يعني في كل واحد ممكن إذا بيعرف إذا بيتعلم ممكن يعمل قصيدة إذا في بيعرف بيعرف الوزن بيعرف الإيقاع بيعرف تفاصيل معينة بس مش كل قصيدة فيها شعر حلو حلو كتير الشعر وهي عم بحكي بالشعر بالموسيقى نفس الشيء يعني موزار وسالييري مثلا إذا اللي بيعرف بالموسيقى وبالفنون التشكيل بكل الفنون في قواعد وفي روح الفن عم يحكي عن روح الفن عم يحكي عن الكوميديا والتراجيديا بس بدي اقول شغله هيك على السريع ليش انا جبته بالفرنسي لانه في عنا مشكله كتير كبيره في اربعه فلاسفه كبار ترجموا للعربي هن ابن سينا ابن رشد الفارابي ونسيت مين الرابع عم يحكي عن التراجيديا والكوميديا بما انه هن ما شافوا مسرح المسرح اليوناني ما حضروا ما شافوا تراجيديا وكوميديا ترجموهم مديح وهجاء أوكي وهن اعتقدوا أنه عم يحكي عن الشعر فأنت جبته اليوم حتى اللي بده يقرأ يقرأ النص الأساسي لا هلا هو ترجم بعدين للعربي أكيد في ترجمات أخرى للعربي بس ليش جبته لأنه أنا أول شيء بحكي لطلابي بالجامعة أنه أقروا هذا الشيء مزبوط أرسطوتل أو أرسطو عنده كتابات رائعة وبالفلسفة خصوصا واللي ذكرته عن التطهير هو أول حدا نحكي هالشي بشكرك كتير هو بالليفر دو بوش ما هيك هو بأي مكتبة أي مكتبة باللغات الأجنبية بنلاقيها بالعربي صعب تلاقيه مع الأسف بس بالعربي بتلاقى بسهولة على الإنترنت على الإنترنت PDF يعني أنا الليلة كمان بدي اقترح كتب للأطفال أنا اليوم أخوايا مميزان للكاتبة فاطمة شرف الدين ورسوم ريم الجندي القصة من بتلاقوها عند دار الساقي ويمكن عند أنطوان كمان بتحكي عن أخوين مميزين يعني الأطفال اللي عندهم نوع من الإعاقة القصة كتير حلوة وبتساعد الولد يعرف كيف يتلقى هالشيء إذا عنده أخوة مميزين بالبيت القصة الثانية كمان للأولاد بس بالإنجليش اسمها Guess how much I love you القصة كتير حلوة مثل ما شايفين هون أرنب كبير وأرنب صغير بتحكي عن حب البي والابن من أروع القصص وكمان عملت مسرح حلو كتير تنقرأ للأطفال وفي منها طبعا كتاب صغير بس أنا جبت الكتاب الكبير اليوم لأنه أجمل للتفاعل مع الطفل وخصوصا إن كان بالبيت أو إن كان بالمدرسة سيدي بدي اقترح كمان اذا بتحبوا البان فلوت اللي هو اللي شايفينه هيدا الناي القصب بس مش عادي اسمه ضمت حلم للموسيقيه ماجي ابي اللمع بتقدروا تلاقوه بجعيته وبتقدروا تلاقوه بحريسه فيه كتير من الحل نحن بنعرفها نحن والقمر جيران من اجل غدي اخذوا الريح معنا حياه الوداع وغيرهم كتير كتير حلو للي بحب صوت البان فلوت الصوت الشجي والحنون بالنسبه للنشاطات السقفيه اللي عم بتصير دكتور والشاعره يسرى بيطار رح توقع ديوانها الأول اللي صدر عن دار الأمير الساعة 6 نهار السبت بالبترون بمدرسة
أو في متوسطة البترون المختلطة والمختلطة، والديوان اسمه أكاد من المحبة أسقط، وهي دعوة مفتوحة طبعا. بدي أذكر كمان بالنسبة للمسرح، غير مسرح الدمى ومسرح الطفل، في مسرحية بنت الجبل للأستاذ روميو لحود بآخر ثلاث عروضات، بكرة وبعد بكرة الساعة 8:30، والأحد بعرض أخير الساعة 5. بالنهاية بدي أقول أنه بين المسرح والتلفزيون خذوا الأولاد على الأفضل يروحوا على المسرح، لأنه التلفزيون باقي والمول المركز التجاري باقي وما رح يروحوا مطرح، بس المسرح بيعطي كتير للطفل وبيعطي للكبير، بيعطينا خبرة مش ممكن ناخدها ولا من التلفزيون ولا من الأشياء اللي منشتريها أو المركز التجاري، بيعطينا جوانح هيدا الفن الحقيقي. أنا بدي أشكر متابعتكم أصدقائي كتير، وقبل ما نهتم الحلقة بدي وجه تحية للأستاذ فايق حميصي اللي شفنا أنه يلا ينام مرجان من كانت النص المسرحي لإله، والأستاذ أحمد قعبور اللي هو عطول الموسيقى بالمسرحيات لإله. أصدقائي بشكر كتير متابعتكم، ومن هلأ تكنا التقينا، أترككم في أمان الله وإلى اللقاء. Merci.